السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا مع الحاج عبد الله وولادنا، حنا نقولوا ولادنا. تعطينا كلمة صغيرة للعيد صغير برك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا في ميزان حسناتنا إن شاء الله. ونهنئ أصحاب رأس الواد، ونهنئ جميع الجزائريين، ونهنئ إخواننا في الغربة على هذا العيد المبارك، ونسأله أن نجعله عيدا سعيدا علينا وعلى جميع المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن تتجدد فيه أحوالنا، وأن تتجدد فيه أعمالنا، وأن تتجدد فيه طاقاتنا إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الجزائريين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زاد اخوي صحيح
حياتك لاباس ساعه فطوركم خير اه لاباس الحمد لله ساعه فطوركم لاباس خير ساعه السلام عليكم واش راكم الحجاج لاباس بخير شافوك شافوك معايا يشوفوك واش تقول واش تقول الناس راهم يتفرجوا فيك الحاج نعم واش تقول الناس راهم يتفرجوا فيك اليوم واش تقول لهم واش نقول لهم مبروك عليكم العيد وان شاء الله الصيام تاعهم مقبول ان شاء الله عند رب العالمين والسلام عليكم يعطيك الصحه الحاج اللهم في هذه الليلة المباركة وفي ختام شهر رمضان
تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار في هذه الليالي الفاضلة من هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب المسلمين والمسلمات من النار برحمة منك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اللهم الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في ختام الشهر الفضيل، نحن ربما في آخر ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل، نسأل الله عز وجل أولا أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال. نسأله سبحانه عز وجل أن يجعلنا ممن صام رمضان ووفق لليلة القدر، وأن يتقبل منا جميع الأعمال. كما لا يفوتني يعني بمناسبة يعني أن يوم الاثنين سيكون إن شاء الله عيد الفطر المبارك، لا يسعني إلا أن أقدم التهاني بهذا العيد المبارك لجميع سكان رأس الواد وجميع الأمة الإسلامية قاطبة. فأقول لكم عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وربي وفقنا إن شاء الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعم صديق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ونحن في آخر هذا الشهر الفضيل، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا من أمة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في هذا الشهر الفضيل سعدنا كثيرا بهذه الوجوه الطيبة، سعدنا كثيرا بهذا الإقبال المتميز في هذا الشهر الفضيل، فبيت الله سبحانه وتعالى كما نرى وكما رأينا هذا البيت وغيره مليئا بالمصلين، مليئا بالدروس، مليئا بالأنشطة. الناس كامل كما رأنا شفنا في فرح وسرور. كذلك الله سبحانه وتعالى رزقنا بهذه الأمطار بهذا الغيث هذا. ربي سبحانه وتعالى كذلك رفع علينا هذا الوباء هذا. هذه كلها نعم تحتاج إلى الشكر، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى شكر هذه النعم، وأن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل يعني أزمنة عديدة، حتى يعني نغتنم هذه الفرصة، وحتى نكون إن شاء الله من عباد الله الصالحين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف على إخواننا في فلسطين، وأن يرزقهم النصر والتمكين، وأن يذيق عدوهم هؤلاء الصهاينة يعني سوء المصير، إنه ولي ذلك وقادر عليه. كما نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع سكان رأس الواد ولجميع الأمة الإسلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يسترهم وأن يغنيهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر وعليهم يعني مرة أخرى، ونهنئهم إن شاء الله بالعيد، فنقول للجميع عيد مبروك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.